الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء مجلس النقابة الموقر أستاذ الدكتور خير عبدين، دكتورة منى مينا، حضرنا النهاردة باسم أطباء الطب الطبيعي بجمهورية مصر العربية. بنشكر سيادتكم على دعمكم الكامل، لأن قضيتنا كانت مسارة على عدد كبير من نوائب مجلس النقابة في عدة سنوات والسنوات الجاية إن شاء الله. بنطلب دعمكم الدائم النهاردة، وخاصة إن إحنا شفنا دعم النقابة معانا بفضل الله ثم حضراتكم في عدة حاجات هقولها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. إحنا كان عندنا إدارة تنصت للطب الطبيعي في وزارة الصحة ما كانش ليها كيان، دلوقتي ليها كيان بقالها سنتين الحمد لله وبتمارس نشاطها الكامل. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا قضية بفضل الله بعدم جواز الفصل بين الطب الطبيعي وبين العلاج الطبيعي، وكان من حيثيات الحكم ضمانا لمصلحة المريض، كان في بعد 7 مارس 2015، ودي حاجة كويسة جدا. كان قرار من ضمن قرارات الجمعية العمومية الماضية كان عدم تحويل المريض مباشر من أي طبيب زميل فاضل إلى العلاج الطبيعي، ولكن كان لازم يمر على الطب الطبيعي وده لمصلحة المريض. صراحة كانت قرارات كويسة جدا بفضل الله ثم بفضلكم، وإحنا من لا يشكر العبد لا يشكر الرب. إحنا النهاردة بنقول إحنا جايين النهاردة لأن المشوار لسه ما كملش، القضية معانا في حيثيات التنفيذ، همتكم معانا إن شاء الله. عايزين ناخد وعد جامد جدا منكم من حضراتكم من زملائنا الأفاضل الموجودين اللي إحنا عايزين ننفذ قرار الحكم الصادر في 7 مارس 2015. شكرا.